انطلق مهرجان كتارا للرواية العربية والتي نظمتها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، وذلك بهدف ترسيخ حضور الروايات العربية المتميزة عربيا وعالميا، وكذلك تحفيز الروائيين العرب وزيادة الوعي الثقافي المعرفي. وشهد اليوم الأول لهذا العرس الثقافي اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية، بالإضافة إلى افتتاح مركز كتارا للرواية العربية وتدشين طابع جائزة كتارا للرواية العربية. تجدر الإشارة إلى أن المهرجان شهد مشاركة قوية للكتاب والروائيين، حيث بلغت عددا من الأعمال المشاركة 711 رواية من الدول العربية كافة، وسيتم الإعلان عن الروائيين الفائزين خلال أيام المهرجان. قطر تشارك العالم احتفالية باليوم العالمي للمتاحف المنظم تحت رعاية المنظمة العالمية للمتاحف. المؤتمر الذي نظم في متحف الفن الإسلامي حضره العديد من الباحثين والمهتمين بالتراث والآثار. المؤتمر شهد جلسة خاصة ناقشت الأدوار التي تؤديها المتاحف المنزلية في خدمة التراث وتوعية المجتمع. أصحاب المتاحف الخاصة قدموا عروضاً عن مقتنياتهم الثمينة وعن طرق حصولهم عليها، مقتنيات وتحف تجذب العديد من الزوار، وتجاوزت كونها مخازن قطع أثرية إلى مدارس فنون ومصدر بحوث. مؤتمر كهذا يضم العديد من الفاعلين والمهتمين، من شأنه أن يسلط الضوء على الكنوز التراثية التي تذخر بها دولة قطر، وعلى الدور العلمي والثقافي الكبير الذي تقوم به المتاحف من أجل تطوير وتنمية المجتمعات. مع انطلاق النسخة الخامسة لمؤتمر الملاعب العالمي 2015، أقامت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ندوة خاصة حول الاستدامة، تضمنت عروضا تقديمية حول نشاطات مؤسسة قطر في مجال التنمية المستدامة من خلال نظرة عامة على المدينة التعليمية لمؤسسة قطر. الرؤية الاستراتيجية للمدن المستدامة، مسؤوليات التنمية المستدامة وخطواتها المستقبلية. الندوة سلطت الضوء على الجهود التي تبذلها مؤسسة قطر في مجال دعم الاستدامة والإنجازات التي حققتها، بما يتوافق مع رسالتها الرامية إلى إطلاق قدرات الإنسان والمساهمة في تنمية المجتمع تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. الجدير بالذكر أن مؤتمر الملاعب العالمي قمة يلتقي فيها خبراء إقليميون متخصصون في هذا القطاع من مختلف أنحاء العالم لأجل مناقشة وتقديم أحدث المعلومات المتعلقة بالملاعب، بدءا من مرحلة التصميم والبناء والتكنولوجيا المستخدمة وانتهاءا بمرحلة التسليم. هو الأحدث بين مجموعة فنادق سوق واقف، فندق نجد الذي يمثل بموقعه المتميز نقطة انطلاق لاستكشاف الدوحة. فندق جديد من فئة الخمس نجوم، وهو التاسع في منظومة فنادق سوق واقف ذات المستوى المتميز من الخدمات. ومجرد الدخول من بهوة الفندق يطل على الزائر الطراز المعماري العربي من خلال اهتمام التصميم باستخدام خامة الخشب وتشكيلاتها المتنوعة، مع الحرص على هدوء الألوان المنتقاة والاهتمام بالتفاصيل الجمالية لمختلف الأركان.
أما على صعيد المرافق والخدمات فهي توفر للمستخدم أفضل الوسائل الحديثة ليجمع الفندق بين عراقة الطراز وحداثة الخدمات. وإذا كان الفندق يسعى إلى ترسيخ مفهوم المكان الأمثل لدى العائلة القطرية والخليجية، فإنه يحرص في ذات الوقت على توفير مكان مناسب لجميع الضيوف سواء رجال الأعمال والعائلات. ويضم فندق نجد 17 غرفة وجناحين، ومع افتتاحه ترتفع الطاقة الاستيعابية لمجموعة فنادق سوق واقف إلى 184 غرفة. الفندق الجديد بإطلالته وخدماته يضيف بصمة جديدة من بصمات فنادق سوق واقف في سوق السياحة القطرية، حيث تمكنت هذه الفنادق من جذب أكبر عدد من السائحين الذين يتوافدون على الدوحة بما تقدمه من نماذج مختلفة وفريدة من المنتجات والبرامج السياحية المعاصرة بطابع تراثي. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الكرام، وشكرا على متابعتكم لنا لحظة انطلاقة قناة الريان الفضائية. كانت هذه هي الكلمات الأولى وقت انطلاق قناة الريان، ومن بعدها واصلت كتيبة العمل المضي قدما على الطريق حتى شارفنا العام الرابع من العمل من أجل تحقيق هدف واحد، الفوز برضا المشاهد داخل قطر وخارجها. بدأت الريان طريقها واضحا، فاختارت لنفسها موقعا داخل سوق واقف لتطل منه على المشاهدين في برامجها المباشرة، لتطل الأقرب إلى قلب المشاهد ووجدانه. لم تبتعد كاميرا الريان عن الجمهور واحتياجاته، فظل المراسلون ينقلون صورة الأحداث من مواقعها مباشرة عبر الشاشة لكل ما يهم المشاهد من قضايا تعليمية أو إعلامية أو توعوية أو تراثية. كان أن حظيت الريان بثقة المشاهد والمسؤول معا لتبقى تحافظ على دورها الإعلامي وفق معايير المصداقية والحياد. كاميرا الريان كانت تواكب الأحداث والمشروعات وتنقل الفعاليات والأنشطة المختلفة. نهتم بقضايا المجتمع والأسرة وإبداعات النشأ وطموح الشباب ورؤية الإعلام والمثقفين والفنانين. لتبقى الريان كما كانت منذ انطلاقها قبل 3 سنوات مرآة المجتمع بكل تفاعلاته ونشاطاته. وعلى الدرب تسير الريان ليتأكد يوما بعد يوم أن علم الحياة والطيبين يبين.